طبعا هاي الاربع ايام اللي يسال ليش ما نزلتوا فيديو، ليش نزلتوا فيديو قديم؟ لانه كنت مسافر. طبعا رجعت بخير سلام الحمد لله، وجبت مجموعه العاب. اليوم هاو ملابس، شوف اليوم هم كلهم لابسين نفس اللون. طبعا جبت لهم ملابس، جبت مجموعه العاب ولعبه من هين هاي. طبعا مشوقين انه يفتحوها، تشوفكم فكرتها اول مره. فكرتها طبعا انه تحدي، هم بين ثلاثه. يلا خلينا نفتحها. افتحي هالارا، فتحتها لارا. خلي شوف، خل نجرب، خل نشوف كيفي. لازم تركيب. شوف هاي ادواتها. افتح شنو بعد وياها. هاي الطابات. شنو بعد؟ شوف هاي الطابات طبعا اللي وياها. هاي يمكن يحطها ايش دفرين فرين. خل نشوف. شوف هاي يمكن يحطها. خل نركبها ونرجع لهم. اوكي يلا، واحد اثنين ثلاثه. ايه هسه شديناها هاي. طبعا كل واحد له ثلاث ضربات. هاي الضربه جديد ينطون عليها. هاي الضربه 60، وهاي الثانيه 80، وهنا 90، وهاي 100. مستعدين؟ ايه هسه من راح يفوز؟ خلينا نشوف من راح. ها هسه شو راح تقعدون؟ عبود اقعد هنا. اقعد هنا عبود. خلينا نجيبها شوي اللي جاي هنا. هيك اقعد هنا عبودي. طبعا فكرتها شنو؟ اصبر خليني اشرح لهم فكرتها. فكرتها انه تضربون هاي وتطير منه، شوف من اللي يجيب على نقاط. يلا هسه خلي طوبه عبودي، خلي طوبه، خلي واحده من نحسب لك لثلاثه. يلا واحد اثنين ثلاثه. هسه انت ضربت اول ضربه ما طوبتها. يلا يوسف هسه عليك انت، من نحسب لك لثلاثه ان شاء الله. ها ان شاء الله يفوز. يلا من نحسب لك لثلاثه. اوكي واحد اثنين ثلاثه. هاوي هاوي طيرت طيرها لهنوك. هسه على لارا. يلا لارا واحد اثنين ثلاثة. اوه هسه ثلاث ضربات. يوسف ما دخلها، عبودي ما دخلها، ولارا ما دخلتها. يلا هسه الضربة الثانية لعبودي. واحد اثنين ثلاثة. اوه كانت قريبة اي والله انها طخت. هسه الضربة الثانية ليوسف. مستعد يوسف؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. سعلى الضربة. يلا واحد اثنين ثلاثة. هسه نرجع لعبودي، لارا ما جابتها. واحد اثنين ثلاثة. تريد تفوز؟ أنا ما علي ما بيها غوش. يلا مستعد يوسف؟ واحد اثنين ثلاثة. اوووه هسه عبودي بقت له واحدة، ويوسف بقت له واحدة، ولارا بقت له اثنين. يلا لارا واحد اثنين ثلاثة. اوووه مستعد عبودي؟ عبودي بقت لك اخير ضربة هاي، يعني اذا ما جبتها ما علي تخسر. واحد اثنين ثلاثة. تفوز؟ ما حد فوز، ما عليه. يلا مستعد تضربها؟ يلا واحد هاي اخر ضربه. اثنين ثلاثة. بعد لا بعد لها شوي وتدخل. ايوب بعدين شلون تطلع؟ طلعتي هسه خسرت انت. لا وانت شنو؟ فاتت ما فاتت. لا طلعت بنشن بنشن بنشن. هسه بقت اخير ضربه لارا. اوكي ماك بس لارا. يلا لارا يلا واحد اثنين ثلاثه. هاوي عبرت القارة. يلا خلينا نطلب مساعده واحده بس ليوسف. يلا يوسف خذ مساعده بس انت. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا مساعدة الأخ، مساعدة الأخ اليوسف، هاك مساعدة. يلا مساعدة الأخ اليوسف، ماكو بعد مساعدة اليوسف، بعد مساعدة اليوسف. يلا لا لا يلا بعد واخذ الأخ خذ الأخ. ها ما شوف كم مساعدة انطيته، كان ما علي بعد. هسه مساعدة انطيها. يلا انت عبود خذ مساعدة، مو خذ مساعدة. يلا خذ بعد لك مساعدة، بعد مساعدة. جاب 100.
طبعا عبودي جابها هنا باعلى نقطة بها. ها؟ هسه خلينا نشوف لارا نعطيها مساعدة. هسه مال عبودي بقت هنا. هسه على لارا مساعدة. بعد اريد شنو يوسف؟ يلا اوكي يلا خذ بعد المساعدة واحدة. يلا اوكي خذ المساعدة بعد الثانية بس لا كلش قوة حتى ما تروح بعيد. واحد اثنين اوووه بعد اريد انطيها يلا بعد المساعدة اخير مساعدة. عبودي جاب 100 نقطة. عبود هسه فايز ويوسف خسران وانت خسرانة. يلا شنو؟ ها صحيح يوسف فايز. يلا صحيح دخلت طلعت. يلا انت يلا يلا هاي المساعدة همينة. اوكي يلا يلا ها بعد مساعدة له هذا هو هاي اهم مساعدة. اهم مساعدة غير انت فايز هسه. واحد اثنين ثلاثة يلا انت ما تعرفين انا ما علي. لا يا عبود الفايز شنو؟ هسه انت اخذت مساعدات وما جبت ولا نقطة ويوسف اخذ مساعدات ما جاب ولا نقطة. طبعا يوسف شنو؟ جت هيك منو الجواب؟ جت هيك وطفرت انت. يلا انت 50 بس عبود جابها هنا بالمية. هاي شوفوها هنا. هسا عبود الفايز صبقوا له الفايز. يلا صبقوا له الفايز. حلوه اللعبه عبودي؟ ايه. يوسف عجبتك؟ ايه. وانت لارا؟ شويه عجبتها لارا يعني ما جابت ولا نقطه بيها. شنو؟ صبقوا له الفايز. لارا صبقوا له الفايز. بعدنا مو متعودين. احتمالي لانه جديده هسه تتعلمون عليها تصيرون تعرفون تلعبون بها بس احنا من فتحنا اردنا نشوف لهم اياها وياكم. ولهنا وصلنا نهايه الفيديو. لا تنسوا تدوسون لايك تشتركوا بالقناه وتفعلوا الفيديو. حتى نوصل مليونين.